عدد المصابين مع فين ما تعيط فين؟ انا بس يعني لما بفتكر اللعيبه المصاب بصعب عليا نفسي. عندك قايمه افريقيه تدخل بيها مصابين، العدد كبير، طلب منك قايمه افريقيه تدخل لهم الناس المصابه دي. دي حقيقه قايمه مبدئيه. بقول لك احنا اول بس محمد هاني لعيب كوره، خد بالك محمد هاني لعيب كوره. ده ميدو قلنا ايه؟ قلت لك تعال نحط تشكيل المصابين، تشكيل تاخد بيها افريقيا. ايوه بالظبط، يعني محمد الشناوي صحيح. واحمد فتحي ناحيه اليمين، علي معلول ناحيه الشمال، نجيب وسعد سمير دخل النهارده، عندك في نص الملعب حسام عاشور، وعندك نطلع بقى للرجاله اللي فوق، رجاله اللي فوق ازارو، عندك اجايه، مين تاني يا جماعه فكروا؟ صلاح محسن. ده بقول لك تاخد فرقه تاخد بيها بطوله، في فرقه تانيه بيقع منها لعيب يخرج منها لعيب يتصاب تخرج من بطوله. تخيل انت واقع عندك اسود، انت قلبك اسود قوي على فكره. يعني بص اسامه بيقول لي ناس ما تتكلموش، ما يعني عنده حاجات كتير، برضه عنده حق العيال والله. عندنا لو الزوم بتاعت الاصابات دي حصلت في اي فرقه كانت الامور بقت صعبه، تاخد بقى بطوله افريقيا كلها مصابين. فرقه ثانيه بقول لك لعيب بيقع بتلاقي الدنيا كعبلت كلها. دي حقيقه، دي حقيقه. بفكركم